ولمناقشة مجريات ومستجدات الشأن العراقي معنا من لندن السيد مازن التميمي الكاتب السياسي، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياك الله. أستاذ مازن، بعد أكثر من شهرين على انطلاق ثورة تشرين، سفراء دول أوروبية في بغداد من بينها ألمانيا، بريطانيا وفرنسا خرجوا في بيان مشترك يطالبون الحكومة بحماية المتظاهرين. أولا، ما قيمة هذا البيان المشترك وكيف تقرأه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والقناة والمشاهدين. بلا شك أنه هذه صحوة متأخرة، يعني هذه الإدانة، نعم هذه الإدانة أولا تعبر على اعتراف صريح من قبل هذه الدول بما ارتكب من جرائم بحق شباب الثورة، وإدانة واضحة وصريحة لحكومة الاحتلال الإيراني في العراق ودور إيران في ارتكاب هذه الجريمة. رغم انه هذه الادانه هي اجت في وقت متاخر، لانه الثوره انطلقت منذ اكثر من 9 اسابيع وقدمت قرابين من الشهداء وامام مرأى العالم وكانوا عزل وارتكبت بحقهم هذه الجرائم، لكن مع هذا ان كان هذا التصريح جاء اليوم ليؤكد بما كنا نقوله ويقوله كل احرار العالم بان هذه الجرائم ترتكب يوميا بسبق الاصرار من قبل ميليشيات الصفويه المرتبطه بايران، وهو قرار تصفية هذه الانتفاضة من قبل قاسم سليماني بكل الوسائل. يجب أن تجهر هذه الثورة، ولذلك استخدمت أبشع وسائل القتل تجاه هؤلاء المتظاهرين السلميين. ولذلك مع هذا تعتبر هذه الإدانة خطوة بالاتجاه الصحيح فيما إذا كان فعلا المجتمع الدولي وأصحاب هذا البيان، الدول الألمانية وبريطانيا وفرنسا، إذا فعلا هي جادة ومقتنعة بأن هذه جرائم يجب أن تكون هناك خطوات لاحقة، نعم، وإجراءات أقوى وأكثر من هذه الإدانة، وهناك وسائل كثيرة لمحاسبة ومعاقبة حكومة المنطقة الخضراء. ما تلك الخطوات التي تتمنى فعلا أن تقوم بها هذه الدول؟ أولا يجب أن يعني تكون هناك جلسة خاصة لمجلس الأمن لإدانة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ابتداء من رأس بالحكومة إلى أكثر مسؤول بالدولة التي شارك، سواء من الأجهزة الأمنية أو الميليشيات المرتبطة بإيران. وأيضا إيران يجب أن تكون جلسة مجلس الأمن لمقاضاة محاكمة هؤلاء وتوقفهم إلى المحاكم الدولية. هناك إجراءات يجب أن تتخذ بحق هذه الحكومة، إن كان تجميد عضويتها في الأمم المتحدة، سحبها من الجامعة العربية. يجب أن حل هذه الميليشيات بالقوة. لذلك هناك إجراءات كثيرة، سحب سفراء دول أوروبا ودول أخرى، يجب أن تسحب سفراءها نتيجة هذه الجرائم وهذه الممارسات ونتيجة عدم وجود سيادة للعراق. إذن الإجراءات هي كثيرة، يجب أن يصدر بيان مجلس الأمن للأمم المتحدة، ليس فقط من الدول الأوروبية، وقبلهم يجب أن يكون هناك قرار وإجراء من قبل الجامعة العربية، لأن الجامعة العربية كيف تقتر نفسها وترى شعبنا في العراق يذبح يوميا والشهداء يتساقطون من قبل ميليشيات. على ذكركم أستاذ مازن للميليشيات، أكثر من مرة سفراء هذه الدول اشترطوا في البيان منع الميليشيات وخاصة ميليشيات الحشد من الوجود قرب التظاهرات. هل هذا اتهام دولي صريح لميليشيا الحشد بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين؟ بلا شك اتهام دولي صريح. هو الآن يعني الآن ربما الآن بدأت تشعر دول أوروبا بأنه هناك تدخل كافر وهيمنة إيرانية ونفوذ إيراني. ربما كانت تعرف بهذه الاعتبارات ولمصالح دولية ما كانت تجهر بهذا القول، ولكن الآن هذا البيان وهذا التصريح يؤكد على أنه هناك عدوان صارخ على شعب العراق من قبل إيران ومن قبل هذه الميليشيات المرتبطة بإيران. وبالتالي نتمنى من هذه الدول لا يكون فقط هذا الكلام لدغدغة العواطف ولدغدغة الشارع ولامتصاص غضب الرأي العام العالمي، وإنما يجب أن يكون لهم موقف جدي أكثر من هذا تجاه هذه الميليشيات وتجاه هذه الحكومة، لأن ثبتت الحكومة بأنها غير مؤهلة أن تكون على سدة الحكم، وهذه العملية السياسية لم تجر للعراق غير القتل والدمار والنهب، وثبت أنهم عملاء للنبي، ولذلك يجب أن يكون هناك إجراء في إيران وضد الميليشيات المرتبطة بإيران، ويجب على المجتمع الدولي أن ينصف هذه الثورة
الرسمية التي خرجت لتؤكد للعالم بأن حكومة المنطقة الخضراء لا تمثل العراق وفاق شرعية، وعلى العالم أن يسمع إلى صوت الشارع وصوت الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب رافض لهذه الهيمنة ورافض إلى إيران وإلى قاسم سليماني. إلى أي مدى أستاذ مازن أصبحت يعني تفكيك وحل هذه الميليشيات أمرا ملحا بعد كل هذه المجازر والاعتداءات على المواطنين والثوار العراقيين؟ لا شك يجب لهذه الميليشيات أن تحل، ويجب أن السلاح أن يكون بيد الدولة، ولكن لا توجد دولة في العراق، أي دولة نتحدث عنها أن تسلم سلاح إلى حكومة ميليشيات. يجب محاكمة ومحاسبة هذه الحكومة، وعلى المجتمع الدولي أن يعترف، أن يسحب اعترافه بهذه الحكومة، ويجب أن تكون هناك حكومة انقاذ وطني. يجب إلغاء الدستور، يجب حل الميليشيات، يجب إعادة هيكلة الجيش، يجب إعادة النظر بالقضاء العراقي اللي هو قضاء مسيء، يجب إبعاد المرجعية التي هي جزء وشريك في الجريمة التي ترتكب بحق العراقيين. لا توجد دولة في العراق، توجد عصابة من يحكم العراق، ولذلك هذه مسؤولية أمريكا التي احتلت العراق وجاءت لهذه الميليشيات وسمحت لإيران تحكم العراق. هذا هو الواجب المطلوب من المجتمع الدولي، وبالأولوية تكون لأمريكا أن تتخذ إجراءات، أن لا تتفرج. هي من جعلت العراق ساحة لإيران وهذه الميليشيات الوحشية المفترسة التي تقتل بدم بارد بهؤلاء الأبرياء، ولذلك يجب على المجتمع الدولي أن يكون له موقف أخلاقي وقانوني تجاه ما يجري من جرائم في العراق حق الأبرياء. وشعب العراق ثبت للعالم بأنه مهما كان عدد الشهداء سيبقى صامد، وهذه الثورة ستنتصر بإذن الله، سواء كان العالم معها أو لم يكن معها ستنتصر، لأنهم مصرين على أن يقدمون الشهداء. من لندن الكاتب السياسي مازن التميمي، شكرا جزيلا لك.